مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل في قسم، حطيت ونزلت 3 فيديوهات عن التصبغ ونحن مستمرين بالموضوع، ولكن لما بدنا نحكي عن التصبغ بالمقابل لازم نحكي عن شيء اسمه سكين تونز اندكس. هو مقياس، أحد المقاييس اللي وضعت بالنسبة لتحديد لون البشرة وطريقة تعرض، إذا شو هي الرياكشن للبشرة إذا تعرضت للشمس، يعني كمية الميلانين مقابل رياكشن، وهي الأساس بهذا الموضوع، تسمى فيتس باتريك. هلا مقياس فيتس باتريك، إذا أنت حاولتي، لأنه معظم السيدات إذا أنت حاولتي من قبل أنه تطابقي كريم الأساس أو الكونسيلر مع بشرتك، فأنت بتعرفي تماما أنه كيف أنه ممكن تكون الكتابة على الجلد صعبة. هلا بالمقابل هذا الموضوع، لما تجيبي كونسيلر مثلا لتختاري اللون، بنحكي عن فيتس باتريك، هو تصنيف لنا للون الجلد، احسن ما نقول نوع الجلد، لون الجلد بشكل بقارن او بيوافق او بيطابق او بيحدد ما بين كمية الميلانين، هو الصباغ اللي بيعطي، كل ما زاد بيعطي لون أسمر للجلد، كمية الميلانين مقابل ردة فعل تجاه الشمس. على الرغم من أن هذا النوع من الكتابة على الجلد لن يساعدك في العثور على الظل المثالي، فهو كذلك يستطيع أن يخبرك بمقدار الظل الذي يجب أن تحصل عليه في الأيام المشمسة، يعني ردة فعل الجلد تجاه التعرض للشمس. يصنف النظام الذي تم تطويره في عام 1975 نوع البشرة وفقا لكمية الصباغ الموجودة في بشرتك، وردة الفعل reaction، ردة فعل بشرتك على التعرض لأشعة الشمس. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في التنبؤ من مخاطر تعرضك للتلف الناجم عن أشعة الشمس وسرطان الجلد. مجرد أن تعرف مستوى المخاطرة، يمكنك تسليح نفسك بالأدوات التي تحتاجها لحماية بشرتك. بالمجمل رح نحكي عن تصنيف هذا، أو تصنيف فيتس باتريك، تصنيف فيتس باتريك لأنواع البشرة وشو هي الحماية من أشعة الشمس اللي ممكن نستخدمها. أنواع البشرة المختلفة، أنا بشوف هذا التصنيف عالمي أكثر من هو يكون تصنيف شخصي. تصنيف شخصي المقصود في individual، خاص بكل شخص، معنى أنه الناس هلا اختلطت، وحتى من قبل ممكن تشوف كل واحد بيقيم لون البشرة وبيقول لك هذا أجنبي، هذا معربي، هذا محترامي لكل شيء. كنا عم نحكي عن أنا وأحد الأصدقاء عم نحكي أنه في عنا فستق، يسمى فستق العبيد، هو الفول السوداني، ببعض المناطق يسمى مثلا بمصر يسمى الفول السوداني، بسوريا مثلا يسمى فستق عبيد، أو حتى كمان بلبنان يسمى فستق عبيد. هو مش مقصود العبيد بمعنى العبيد، أنه ممكن يكون هو موجود بمناطق هون وهو أرخص من المكسرات الثانية، فهو بناسب مستوى الدخل بعض، يعني الطبقات الفقيرة استخدموا، مع احترامي بس عم نحكي هلا لنوصل للفكرة، هو فستق العبيد أو الفول السوداني أرخص من غيره، وبهيك بتشوف زبدة الفول السوداني، فهو أرخص بقليل من باقي المكسرات، وهو منتشر أكثر من باقي المكسرات، وفي عنده مشكلة واحدة بس، لما تاخده ني في أنواع من الفيروسات ممكن تكون موجودة عليه وسبب قصور كبد، تشمع كبد، تليف كبد، تلف كبد، liver failure، hepatic failure. فبالمجمل هو موجود أكثر من غيره. مكسرات تانية ممكن تكون موجودة بأماكن تانية، فاستيرادة وما شابه ذلك، أو ظروف إنتاجها وزراعتها واستحصالها بتكون. فكنا عم نحكي انه قلت له اخر شيء الموضوع مو هيك، موضوع انه فستق عبيد لانه لونه بني، عندنا الثاني اللي هو الفستق الحلبي اللي لونه اخضر، هذه التفريق وخلصنا. بنرجع للموضوع تصنيفه، لما نقول هو شبه شخصي،
بمعنى انه ما بحدد هلا، خصوصا كل الاشخاص اللي ممكن يتجاوزوا حتى بنفس البيت شبه شخصي، حيث تم تطويره من خلال اجراء مقابلات مع الاشخاص حول ردود افعالهم الماضيه للشمس بعد اختيار اتجاهات مميزه. طيب، بعد اختيار اتجاهات مميزه حدد المنشئ 6 مجموعات، ما بحب رقم 6 بس هن 6 مجموعات، من المحتمل انك لن تتطابق مع كل خصائص اي نوع واحد، لذا يجب ان تتماشى مع السمات التي تصفك على افضل نحو. نوع الجلد في سباتريك 1، لون البشرة قبل التعرض للشمس عاجي، لون العينين ازرق فاتح، رمادي فاتح او اخضر فاتح، لون الشعر طبيعي احمر او اشقر فاتح، رد فعل الشمس الجلد دائما نمش، دائما حروق وتقشير لا تسمر ابدا، يعني كمية الجلد قليلة، ردة الفعل انه هي حرق بيحمر بينحرق. نوع الجلد فيتس باتريك 2، لون البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس فاتح أو فاتح قليلا، لون العينين أزرق أو رمادي أو أخضر، لون الشعر طبيعي أشقر، رد فعل الشمس الجلد عادة يكون النمش، يعني بده يصير تصبغات، حروق، تقشير في كثير من الأحيان ونادرا ما يسمر. نوع الجلد ثالث فيتس باتريك 3، لون البشرة قبل التعرض للشمس بني فاتح إلى بيج مع درجات، يعني بيعطي لون ذهبي تقريبا لبرونزي، لون العينين عسلي أو بني فاتح، لون الشعر طبيعي أشقر غامق أو بني فاتح، رد فعل الشمس الجلد ممكن يظهر نمش، حروق في بعض الأحيان وأحيانا قد يسمر. هلا هون اللي بنحكي لون نوع الجلد فيتس باتريك 4، لون البشرة قبل التعرض للشمس زيتوني أو بني فاتح، لون العينين بني غامق، لون الشعر الطبيعي بني غامق، رد فعل الشمس ما في نماش، نادرا ما بيحترق وبيسمر البشرة كثيرا، بيعطي برونزاج حلو يعني. نوع الجلد 5، تقريبا الثالث والرابع بيعطي برونزاج. لون نوع الجلد 5 لفيتس باتريك، لون البشرة قبل التعرض للشمس بني غامق، لون العينين بني غامق إلى أسود، لون الشعر الطبيعي بني غامق إلى أسود، رد فعل الشمس نادرا النمش، تقريبا لا يحترق، دائما تسمر. نوع جلد فيتس باتريك 6، لون البشرة قبل التعرض للشمس بني داكن شديد الصبغة إلى بني داكن، لون العينين أسود بني. تقريبا بالمجمل كنا عم نحكي، دخلت لهذا الموضوع لما بدنا نحكي عن التصبغات، لأنه أكيد التصبغات لها علاقة، أحد الأسباب الأساسية إذا ما دخلنا بأشياء تانية هي تحسس الحساسية للجلد، وممكن ينتج بعدها تصبغ وما بنسميه Post Inflammatory Hyperpigmentation. ممكن الباقي تقريبا من موضوع الحساسية وفئات الدم، باقي 4 فيديوهات ممكن تكون طويلة، ولكن أنا قاصد تكون طويلة لأنه رح تتشتتوا إذا حكينا، ممكن أشملهم بطريقة تانية بعدين، بس خليني أخلص منهم لأنه بالفعل بياخدوا وقت. هلأ طرق تفتيح المناطق الحساسة، هيك معلومة هامشية. تأشير، أحدهم ذكر الفيلر، هو لا، الفيلر ما له علاقة بالتفتيح، ولكن حتى باللبس أو حتى لما أنت بتحقن مادة، فالخلايا رح تتباعد عن بعضها فبيطلع اللون ابهت، مثل وقت لانت عندك شاي اسود غامق يعني مركز كتير، لتمددها تحط عليها ضيف مي غالية مثلا، يعني مي حرارتها مرتفعة، ما لها العلاقة الحرارة ولكن اضافة المي بحد ذاتها، تمام، فهي بتخلي اللون يفتح لون الشاي. هون نفس المبدأ، فهو مش الفيلر بالمجمل، ليزر، في انواع من الليزر ممكن تساعد، او حقن الدهون نفس اللي حكينا فكرة الدهون او الفيلر، طبعا ممكن بتساعد انه تخفيف ترهل الجلد بسبب تقدم السن، وبتساهم كمان بمعالجة التصبغات وبتوحيد اللون السنسيتيف اريا، المنطقة الحساسة، والالم فيها لا يذكر ابدا، وبتساعد بتجديد الأنسجة وزيادة نسبة الكولاجين، تعزيز نمو الأوعية الدموية الجديدة، نيو كولاجين ونيو أرتيريز، نيو فينز، تمام. وعندنا آخر شيء
انه نقلكم الفيديو كان تابع للتصبغات، ذكرته لهذا السبب. ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس.